بيكم من مطبخ أسامة. حلقتنا النهاردة هتكون حلويات، وخصصت حلويات اللي هي جاتوه. هو بالنسبة للحلويات في حاجات كتيرة، في كيك، والكيك تملي بيبقى مدور أو مربع. الجاتوه هي حاجات رقات، وفي جاتوه سواريه بيبقى حاجات صغيرة خالص، وفي بيتي فور ده بيبقى جاتوه ناشف وبيبقى معمول بالبسكوت. عشان أعمل الجاتوه بعمل كيكة هشة، بس ما بعملهاش مدورة لأن في الآخر هتقطع مربع. مكوناتها بيبقى بيض، سكر، فانيليا، وبحط معاها بيكنج باودر ودقيق منخول على اساس ان ديت هتبقى حاجه هشه زي ما بقول وهوائيه. بضرب الاول البيض مع السكر على اساس هو ده اللي انا عايزه يبقى في الاول، يدي الهواء، ادخل الهواء فيه على قد ما اقدر. فنحط هنا البيض مع السكر وبعد كده بضيف عليهم الدقيق والمواد الجافة التانية. نحط هنا وبعد كده بنخفق دوت على سرعة عالية. بضيف السكر دي بخليها كذا دقيقة. وبجيب الفانيليا مع البيكنج باودر نحطهم هنا على الدقيق اللي هو بيكون منخول. انا على ما ادخل هوا هنا اهو عشان يبقى عندي جاتو، عايز يبقى عندي حاجه ادهنه بيها او احطه فيها. فهعمل ايه؟ هجيب هنا بياض بيض وزبده وسكر، هعمل مارينج على البارد، مش هيبقى ايطالي ولا السويسري. بجيب بياض البيض واحطه هنا، واتاكد ان بياض البيض اللي بستعمله خالي من اي بروتين، البروتين اللي هو صفار البيض، والا البياض مش هينخفق. هخفق البياض هنا واسيبه لغايه لما يرتفع شويه، هضيف عليه السكر وهضيف عليه الزبده. نقول الحشو التاني ممكن يكون ايه؟ ممكن اعمل حشو بالشوكولاته. الشوكولاته هتكون عباره عن قطع شوكولاته مع كريمه، كريمه خفق بس بحطها تستوي، تطبخ على النار، وبحط معاها زبده. دول بيبقى اسمهم الجناش اللي هو احنا شايفينه دلوقتي. الجناش دوت يا اما بيبقى سميك وغليظ عشان الشوكولاته اكتر من الكريمه، او ممكن اعمله سايل لو حبيت بزود شويه من الكريمه اكتر من الشوكولاته حسب انا هستعمله لايه. فدول المكونات اللي هستعملها لعمل الجاتوه. نيجي هنا للكيكه، ببتدي اضيف الدقيق تدريجيا هنا، بهدي السرعه شويه ودي هيكون فيها بيكنج باودر فهترتفع شوية. كان ممكن افصل الصفار عن البياض، وده سبب من سبب اللي هي بتخلي الكيكة ترتفع برضه. بعد كده نضيف كل الدقيق، عبال ما ده يتداخل هنشوف بياض البيض. يبقى احنا عندنا البياض اللي احنا عايزين نعمله مارينج لسه فاضل عليه شوية، أضيف عليه شوية سكر هنا اهو. البيض بيرتفع يبقى على الأقل ضعف، يرتفع يبقى عالي عبال ما البياض دوت يرتفع. وعلشان نعرف احنا ازاي نعمل كيكه ناجحه باستعمال الدقيق، عايزين نتكلم على انواع الدقيق. فهنا الكيكه خلاص ده بيكون الكيكه هنا اهوت، اتاكد ان انا عندي هنا اهوت قفلت المكنه.
وبيبقى هي ديت الكيكه كانها سباجيتي. لو في اي دقيق في الجنب بتاكد ان هو تداخل هنا اهو، بجيب صاج اللي هحطه احط فيه الكيك، احط فيه ورق زبده واحط الكيكه هنا اهوت على اساس اسويها في فرن بيكون حرارته 180. وهنروح نتكلم على انواع الدقيق ونرجع نواصل معاكم ونشوف هنعمل الكيكه ديت ازاي وازاي نعمل منها جاتوه. حكايتنا النهارده عن الدقيق. الدقيق هو مسحوق ناعم بيستخلص من طحن الحبوب خصوصا القمح، ومن حبوب تانية زي الشعير، الذرة، الرز، الشوفان، وهو من العناصر الأساسية في عمل العيش والمعجنات والكيك. اتكلمنا على موضوع الدقيق وشفنا فرق انواع الدقيق ايه، لكن الدقيق اللي انا استعملته قبل ما نروح ونشوف مواضيع الدقيق كان دقيق نخله اللي هو لجميع الاغراض، اللي هو بيبقى فيه عرق اللي هو نصه بيبقى للكيك والنص الثاني اللي هو معمول على اساس ان هو يستعمل الخبز. بعد كده بطلع الكيكه من الفرن واسيبها شويه تهدى. دي بتبقى زي ما قلت بدخل فيها كميه هواء على قد ما بقدر، ولما بطلعها ممكن نحطها هنا على صينية بحيث انها تبرد، او ممكن اقلبها الناحية التانية كده اهو وتبقى اسيبها تبرد على اساس هي ديت اللي هنقطعها للجاتوه. قلنا حشو الجاتوه هستعمل هنا بياض بيض، حطيت 5 بياض بيضات ومعهم سكر، بخفق دوت لغاية لما يبقى اللي هو المرنج ده الفكرة بتاعته، يعني ده بيكون الفكرة بتاعته بيكون متماسك بالطريقة ديت. هخلي كل دول هنا هوت في الجنب، بنزلهم تحت وهعمل البتر كريم من غير ما استعمل كريمة، بدل ما استعمل كريمة هستعمل بياض البيض. نجيب هنا بياض البيض، فيه المرنج زي ما قلت، فيه الإيطالي وفيه السويسري اللي هو بيتعمل على النار، فيه البياض نفسه بحطه في حمام ميه واضربه، او واحد تاني بحطه في قلب العجان، ولما يبقى مرنج بحط عليه الشربات اللي هو بيبقى سخن بيطبخه يهبط وبعدين يرتفع تاني. فاجي نوت بعد ما وصل للمرحله دي ابتدي اضيف الزبده، والزبده بتكون طريه. قطع الزبده هنا ناخدها هنا ونبتدي نضيفها على اساس ديت اللي هتبقى الباتر كريم. نحط هنا اهوت الباتر كريم او الزبده الطريه، بس مش بسيحها. في ناس يقول لك طب ممكن اسيحها وتبقى اسرع، لا مش هتتماسك مع بعض. ممكن نعلي السرعه شويه عشان كل حاجه تتداخل فيها. لو حبيته ممكن تحط شوية فانيليا صغيرين لو حبيته. كل دوت يتداخل مع بعضه، ومع الحركة الزبدة نفسها هتتداخل وهتطرى. بتأكد انها بقت درجة حرارة الغرفة على أساس إن لو فيها أي كتل أو أي حاجة بتتداخل، ويبقى هو دوت فكرة البتر كريم. هسيب دوت ينخفق لغاية لما يوصل لمرحلة إن كل الحاجات دي تدخلت زي ما إحنا شايفين، وهو ده اللي هبتدي أستعمله للتزيين. يعني دوت هيكون فكرة البتر كريم عبارة عن بياض بيض حطيت عليه قطع الزبدة، وهاخد دوت وأبتدي نحشي الجاتو اللي عندنا اللي هي الكيكة اللي عملناها مع المرنج اللي حطيت عليه الزبدة
وهنرجع معاكم ونواصل ونعمل مع بعض جاتوه، نحط عليه بندق، نحط عليه شوكولاته، عندنا كل المنكهات بعد ما نشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. يبقى النهاردة بنتكلم على الجاتو. قلنا عشان اعمل جاتو بعمل كيكة مربعة. بعد ما عملت الكيكة لو انا عايزها بالشوكولاتة ممكن اشيل معلقة دقيق واحط 3 معالق كاكاو بدلهم، بحيث ان نفس المقادير نفس كل حاجة وتبقى عندي كيكة بالشوكولاتة، يبقى عندي كيكة بالشوكولاتة او كيكة بالفانيليا او كيكة بيضة اللي احنا عملناها، وديت كانت نفس المكونات بس بشيل شوية من الدقيق واحط بدلهم كاكاو، يبقى عندي كيكة شوكولاتة. الكيكتين دول هما اللي نبتدي نعمل منهم الجاتو او الجاتوهات بتاعتنا. اما الكريمات اللي احنا اتكلمنا عنها كانت عباره عن جناش، قلت بعمله بسيبه يبرد وبعمل معاه اللي هي زبده، كريمه الزبده عباره عن زبده مضروبه، بحط المرنج اللي هو بياض البيض والسكر وبعدين بحط عليه الزبده. بجيب شويه من زبده البندق وبحطها وتبقى برده جزء للحشو. نبتدي نعمل اول واحده هنا. بعد ما بشيل الرق اللي فوق دوت بقسم الكيكه، يعني ديت ممكن تعمل لي قطع كتيره من الكيك اللي هو او الجاتوه، فممكن نقطعها هنا اقل من النص، دي هتكون كافيه نقطعها هنا. يبقى ممكن بدل ما اعمل 4 رقات ممكن اعمل 3، دول هيبقوا 3 رقات هنا، دول اللي هبتدي احط عليهم الطعم والنكهه اللي انا عايزها. احط هنا اهوت، بجيب اول حاجه هنا شويه من المربى، بجيب مربى فراوله اضربها في الخلاط، وهي ديت اللي هستعملها بحيث ان انا ادهن بيها او احطها جوه هنا اهوت في قلب الكيكه. نجيب المربى وبدهن الكيكه هنا اهو بالمربى، وبعدين بحط الكريمه اللي احنا عملناها سوا اللي هي كريمه الزبده بالمرنج. نجيب شويه هنا اهوت من الكريمه، يا دوبك بس حاجه بسيطه هنا اهوت عشان تبقى رقات. بتخيل اللون بتاعها هيكون ايه، المربى هتكون تحت حته حمراء وبعدين الكريمه بتخليها اللون الوردي دوت، وبعدها بحط كريمه تانيه ندهنها بس من الجناب، ونتاكد ان كل حته فيها هنا اهوت وعلى الجناب كمان من بره. وبعدين ممكن لو عايز رق شوكولاته ورق كريمه ممكن اعمل كده، بس خلينا نعمل كام نكهه كل واحده تبقى مختلفه عن التانيه. يبقى ديت اول رق، هاخد القطعه ديت نحطها هنا تبقى تاني رق، ودي هتبقى كريمه بس، نطري الكريمه هنا اهو برضو رق رقيق يا دوبك حاجه بسيطه هنا اهو، نفرده هنا اهو كده اهو، وهيكون شرحه بالنسبه للجناش. يبقى بس هنستعمل كيكة الشوكولاتة، بفرد ده هنا اهو، وأي زيادات بستعملها أو برجعها تاني هنا اهو بالطريقة ديت، ونجيب آخر قطعة أو آخر رق ونحطها هنا اهو وبضغط عليها، وبعدين نبتدي نحط الرق الأخير اللي فوق. الرق اللي فوق هحاول أخليه سميك شوية على أساس هو ده اللي هزين بيه أو هزينه، نسويها كده اهو من الجناب، وزي ما احنا قلنا إنها مستطيل فبالتالي عملت كيكة مستطيلة.
اخر حاجه كده اهو، اساوي كل الزيادات، لو في حاجه في الجنب اتخلص منها. خليها كلها تبقى ملساء بالطريقه ديت، وبعدين اجيب اللي هو مشط الحلواني وازين بيه، اجيبه كده اهو بحيث ان انا اعملها زي زجزاج، بسحبها بالطريقه دي واحطها في الثلاجه. انا محتاج ان انا اخليها في الثلاجه على اساس تمسك وبعدين ابتدي ازينها. يبقى اخد ديت احطها في الثلاجه او نخليها هنا اهو، وعندي واحده انا عاملها واحده بالشوكولاته، نطلعها هنا اهو تبقى متماسكه، يعني زي ما احنا شايفين بقت الكيكه عشان الزبده اللي انا حاططها ما بقتش طريه زي اللي انا كنت ماسكها دلوقتي، اللي انا ماسكها كانت عماله بتتحرك، دي بقت ماسكه علشان محطوطه في الثلاجه. الزبده مع بياض البيض مع الكيك والشوكولاته هنا اهو، اتعملت رقات من الشوكولاته بعد ما احطها في الثلاجه بتمسك، فتبقى سهله عليا، تسهل عليا اما اجي اشكلها. ونقرر احنا دلوقتي هنشكلها ازاي. دي هعملها مربعات صغيره، وكل مربع هزينه بطريقه مختلفه. اجيب هنا اهو السكينه، وممكن هنا اهو نقطعها من النص، والنص نقطعه من النص تبقى حتت صغيره، ونقطع ده نفس الشيء كده اهو، وبعدين نبتدي نقطعه من هنا، اقطع النص ونفس الشيء من النص. يبقى هي دي فكرة الجاتو او قطع الجاتو اللي عندي، وابتدي ازين كل واحدة فيهم. ممكن نحط هنا في كيس الحلواني شوية من كريمة الزبدة اللي عندي، ناخد شوية هنا اهو من كريمة الزبدة، نحطها بالطريقة دي، وبخليها حاجة بسيطة جدا زي روزيتا بالطريقة ديت من فوق مثلا. ده يبقى نوع، والنوع دوت انا ممكن احط عليه واحدتين من الفستق بالطريقة دي، واعملها اكنها وردة، اعملها بنفس الزبدة بعملها وردة. ممكن اخليها هنا هو تبقى دي الوردة كورقة من الاول، من الاول هنا اهو، وبعدين احط الروزيتا في النص، ودي ممكن احط عليها حاجة تانية زي الكريز مثلا. نجيب قطعة هنا من الكريز تبقى فوق هنا اهو. فممكن نزوق كل واحدة بطريقة، بس خلينا نقطع الشوكولاتة برضو ونزينها بالكريمة. يبقى هعمل نفس اللي انا عملته هنا اهو، بقطع الشوكولاته ممكن بدل النص على ثلاثة، وبعدين ناخدهم مربعات او مستطيلات، وابتدي ممكن ازين واحده او اتنين، ناخد كام قطعه هنا اهو على اساس ابتدي احط شوية من الكريمة في كيس الحلواني. أكرر نفس الحكاية من الجناش، حط شوية هنا من الجناش، وبس يا دوبك بعملها كده. وأنا كنت حاطط على دوت شوية من البندق، فممكن أجيب بندق مجروش نحطه عليها، أو بحط قطعة بندق، فيبقى عندي هنا الجاتو رقات فيها الكريمة فيها الشوكولاتة.
هجيب الطبق اللي هنقدمه فيه، هنعمل كام واحدة ونزوق دول ونكمل معاكم فكرة الجاتو. وهيكون حلقتنا النهاردة عن أنواع الجاتوهات، ونشوف ممكن نعمل إيه تاني بعد ما نرجع معاكم من الفاصل إن شاء الله. بنعمل جاتو، وقلنا ان احنا بنعمل اللي هي زبده الكريمه، وحطيت رقات من الكيكه. وبالنسبه للتزيين بزينها بحاجات مختلفه، يعني ممكن اجيب الشوكولاته السايحه واجي نوت بحيث ان انا اعمل اشكال، نعمل شكل نو واسيبها تمسك تتماسك، تكون الورقه متساويه، بعملها زي مثلث، مثلث ثاني، مثلث ثالث، بسيب دول لغاية لما يتماسكوا، وبعد كده باخدها أزين بيها. وقلت الجناش اللي هو كيكة الشوكولاتة بحط عليها جناش، بحط شوية هنا هو من البندق أو كريمة البندق، وأحط عليها واحدة بندق، وممكن قطعة من الشوكولاتة اللي احنا عاملينها دي بعد ما بسيبها تمسك وتبقى جاهزة ان انا استعملها، بحطها هنا اهو اثبتها فيها. ودي تبقى الفكره بتاعت قوالب الكيك او الكيك اللي احنا قلنا نزينه، وبيبقى رقات معموله من اللي هي الجاتو. وفي حاجات بتبقى اسهل شويه لو مش عايزين تزينه وتعملوا كده، ممكن اجيب الكيكه نفسها لو عندي كيكه واجيب مربى، نجيب معلقه هنا، فاكرين احنا حطينا مربى في الاول، هقطع الكيكه ديت على ثلاثه، نقطع هنا 1 2 3 بالطريقه دي، وبجيب شويه مربى، مربى فراوله، بحطها هنا تحت، بس خلي الكيكه ليها طعم ولون. او اضرب الفراوله في قلب الخلاط اللي هي الفراوله المربى، واجيب الكيكه الثانيه واحطها فوقيها، واحط ديت كده اهو، اكرر نفس الحكايه. وبعد كده باجي واعمل ديت زي سياخ. لو حد مش عايز يعمل كل دوت وعنده الكيك، او عايز عنده كيك جاهز، ففي اختيارات كتيره. فهعمل ديت كده اهو، اضغط عليها بحيث ان انا اسويها واعملها وتبقى ده الشكل بتاعها، وابتدي اقطعها واعملها اكنها في السياخ، اكنها زي الكباب. اقطع دول كده اهو، وبعدين اجيب السياخ خشب وابتدي اشكل ديت. احط الكيك هنا في قلب السيخ، ممكن احط معاها شويه هنا من الفاكهه الطازه، ممكن استعمل شمام، استعمل عنب، استعمل كريز. يبقى الفكره هنا هوت ان انا ممكن اعمل حاجات سهله لو عندي كيكه، او متبقي عندي كيكه لو حبيت اعملها بطريقه سهله للاطفال، او عايز اعملها وتبقى حاجه سريعه. لو عايز اعمل الشوكولاته برضو بطريقه تانية غير اللي احنا عملناها، لو عندي كيكه شوكولاته دي ممكن نبقى نعمل السياخ اكتر من كده، وكنا عملنا الجاتو اللي هو عملناه بالكريمه. لو عندي السياخ الشوكولاته او قطع الشوكولاته، باجي هنا بجيب كيكة شوكولاتة وأقطعها دواير، أقطعها بالطريقة دي، وبعد كده ناخد الدواير ديت ونحشيها بشوكولاتة. ممكن أستعمل جناش، نجيب شوية جناش صغيرين هنا، بحط شوية في النص، بضغط عليها وبحط جناش تاني من فوق. يبقى ديت كده شوكولاته وعليها جناش، وعندي كام واحده معموله هنا اهو، وديت اللي هحطها وبحط عليها صلصه الشوكولاته اللي هي الجناش، واسيبها تمسك او تتماسك في الثلاجه
نحط شوية هنا. ممكن اعملها حجم اصغر او حجم كبير، او مش لازم اغطيها كلها، ممكن اخلي حتت من الكيك باين في الجناب، او ممكن اخلي كام واحدة مش متغطين خالص. حط دول كده اهو، يبقى ممكن اخليهم بالجناش هنا اهوت، او اسيب حتت فيهم، يبقى عندي الجناش اللي هينزل دوت هاخده واحطه مرة كمان. يبقى احنا بنعمل ايه؟ بنعمل كيكة الاول، وبجيب الكيكة على اساس ان انا بعملها رقات، ومن الرقات دي ببتدي ازين. زينتها بالكريمة اللي ضربتها، وكانت عبارة عن بياض بيض، سبته بقى مارينج، حطيت عليه قطع الكيك، قطع الزبدة، وكان عليه سكر. بعد كده حشيته، حشيت الرقات الكيك والفاكهة اللي موجودة عندي، ممكن عنب، ممكن كريز. وبالنسبة للحلو التاني كان كيك الشوكولاتة، شلت معلقة من الدقيق وحطيت بدلهم 3 معالق من الكاكاو، بقى عندي كيكة شوكولاتة. لو عايز أعملها بطعم البندق، بجيب اللي هي كريمة البندق وأحطها بدل الشوكولاتة مع الكريمة، وبتبقى حشو، وبعدين بحط عليها البندق من فوق. حلقتنا مستمرة، وهنعمل مع بعض كيك تاني، أو الكيك اللي موجود ده هنعمل منه أشكال تانية، نعمل منه أنواع جاتو تاني، ونواصل معاكم حلقتنا عن الجاتو إن شاء الله. بنعمل مع بعض جاتو يعني رقات من الكيك. عملنا الرقات اللي هي كانت بيضة ومعاها رقات غامقة، حشيناها من جوه كريمة، وبعد كده حطينا، قلنا في رقات تانية ممكن احط معاها اللي هو المربى، واعملها زي السياخة كأنها شيش كباب، والفكرة فيها انها رقات. هنعمل برضو هنا هوت، عندي رقات من الشوكولاتة، جايب كيكة الشوكولاتة وحطيت الجناش، وحطيت دوت ممكن يتحط معاها فاكهه، يعني ممكن بدل ما تعملوا كريمه تبقى حاجه سهله سريعه، حتى لو جايبين كيكه جاهزه ممكن تقطعوها والاطفال يساعدوكوا فيها. هنا ديت حطيت كيكه شوكولاته وحطيت الجناش وحطيت شوكولاته والزبده اللي هي كريمه الزبده اللي عملناها سوا دي، هعملها على هيئه مثلث. فالاول هي مستطيل، هقطع ده هنا كده اهو، فدي تبقى حتت الجاتوه اللي احنا هنستعمله، ده هيبقى كده هوت الجاتو اللي احنا ممكن نعمل منه جاتو. اما بالنسبه للمثلث بجيبه هنا على حرف الكاونتر، وده مهم ان اجيبه على حرف الكاونتر، على اساس ان انا لما بقطعه بحط السكينه بميل، بتبقى زاويتها هنا عشان اعمل مثلثين زاويه قائمه. بقطعها بالطريقه دي، وبعدين بمسك المثلث حطهم جنب بعض كده اهو، على اساس يبقوا هم دول اللي هلزقهم في بعض. بجيب شويه هنا اهوت من الكريمه، بس شويه كريمه هنا اهو، ودي اللي هلزق بيها، ده هيبقى الصمغ بتاعي اللي هلزق بيه. احطها هنا اهوت الاثنين في بعض، وبعدين اغطيهم من بره بالكريمه. يبقى دي مهم جدا ان انا احطها واخليها في الثلاجه، على اساس تجمد وتبقى سهله عليا لما اجي احط عليها الجناش. نجيب ده بالطريقه ده، نغطيها من هنا، يا دوبك تبقى كافيه الزبده مع بياض البيض، علشان اما احطها في الثلاجه واطلعها تبقى سهله عليا وانا بغطيها. يبقى خد هنا اهو، واحطها هنا، ودي بحط عليها الشوكولاته اللي هو الجناش، الشوكولاته السايحه. فنيجي هنا اهو وبغطيها بالجناش، فما بتبقى ساقعه من جوه، مهم جدا انها تبقى ساقعه من جوه او تبقى ساقعه من بره. فما بحط عليه الجناش ده يقوم يمسك فيها، ممكن بحطها مره كمان واسيبها تبرد وبعدين احطها مره كمان. ببقى حاطط ورقه من تحت عشان كل الجناش ده بنستعمله تاني، بسيحه و
واستعمله مره كمان. يبقى ديت النوع الثاني اللي هو برضو فكرته رقاد، بس بدل ما يبقى مربعات جاتون بعمله مثلثات كده. ادخله الثلاجه اسيبه يتماسك مره كمان، وبعدين ادهنه ويبقى ده جاهز للتقطيع. نقطع ان هو نجيب ميه سخنه واقطعه هنا اهو، وبعدين نحط دوت في قلب طبق التقديم. هجيب طبق تاني اخلي حته في الاخر كده، واجيب الطبق اللي هقدمها فيه واحط اول قطعه بالطريقه ديت، وبعدين ارص بقيه القطع نحطها هنا كده. يبقى دي فكره المثلثات اللي هي معموله من الرقات نفسها. يعني اللي هو لو في مهندس بيتفرج علينا دلوقتي، هي كانت مربع عملناه مستطيل، مستطيل عملناه مثلث زاويه قايمه 90 درجه، محدبه من الناحيه الثانيه 45 درجه، ولزقناهم في بعض بالكريمه. او حده مش محدبه، وده يكون طبق تاني من الجاتوه او نوع تاني من انواع الجاتوه. هعمل بنفس الفكره. طالما احنا عرفنا ان ممكن الرقات نفسها تبقى مختلفه، هعمل هنا ايه؟ هجيب رقات الجاتوه نفسها بتبقى عباره عن ايه؟ رقات كبيره من الشوكولاته والرقات البني، بحطها فوق بعضها وبعدين ابتدي اقطعها. بعد ما بقطعها باجي هنا والزقها في بعضها. بلزقها بايه؟ بجيب شويه كريمه برضو نايم دي كده اهو، شويه كريمه صغيره كسمغ او كلزق. بس بعمل ايه؟ بجيب قطعه الشوكولاته احطها عكس الفانيليا، احط شويه من الكريمه ونجيب الفانيليا احطها عكس الشوكولاته، وباخد دول بعد ما بحطهم رقات بنشوفهم من هوت بيبقوا الوان مختلفه. دي بجيبها هنا بدهنها برضو بكريمه من كل الجوانب، نحط قطعه كريمه في الاخر هنا اهو. ودي ممكن طالما هي فيها شوكولاته من جوه وكريمه من بره، او هي رقات شوكولاته وفانيليا، فناخد الثيم نفسه او الفكره ونعملها بره كمان. ناخد شويه من الكريمه هنا، ودي ممكن نزينها بشوكولاته. نجيب شويه شوكولاته هنا، ممكن شوكولاته سايحه، ودي ممكن نحط عليها بس بالشوكه كده شويه شوكولاته، وعبال ما تجمد هنعمل نوع تاني.
يسيب دي تتماسك شوية هنا اهو، وعبال ما تتماسك ونقطعها هنعمل نوع تاني مع بعض، هيكون عبارة عن نفس الكيكة. احنا دخلنا في موضوع هندسة دلوقتي، مربعات مثلثات نعمل دوائر. بجيب الكيكة هنا اهوت وادهن ديت بمربى، نحط مربى هنا، خلي شوية مربى تانيين، وبعدين هعمل من ديت حشو احشيها. المربى مربى فراولة، ممكن استعمل توت، واحشيها بكريز. يبقى هنا دي هتديها طعم، هتديها لون، وبعدين بحط شوية من الكريمة، يدوبك حاجة بسيطة جدا، نفردها هنا اهو، وده هيبقى زي الرولاد او هتبقى سويس رول. ناخد ده كده اهو، فديت هتبقى كده اهو، وخلينا نحط ديت في التلاجة تبقى سهل في تقطيعها، على اساس نوريكم هيبقى شكلها ايه. لما تجهز وبجيب شوية من الكريز نحطه هنا في النص، على اساس ده هيتلف وده هيبقى القلب بتاعها من جوه. يبقى عندي كريز وفراولة، وندي لها طعم تاني نفكر فيه دلوقتي، بس الاول باخد ده والفها بالطريقة دي واضغط عليها، اتاكد انها متداخلة هنا. بعد ما بلفها ورق الزبدة، ده هيكون الفكرة بتاعتها. هدهنها ديت ممكن بشوية من المربى، بس برضو علشان تتماسك احطها في التلاجة. يبقى انا عندي هنا الرولاد او السويس رول، قلبيه الكريز من جوه، هاخده واحطه في التلاجة ونطلع الحاجة ديت ونقدمها لكم. بس تعالوا نشوف بعض المعلومات عن الحلويات ونكمل معاكم حلقتنا النهاردة عن الجاتو. حكايتنا المرة دي عن الشوكولاتة. الشوكولاتة هي الحلوى الرسمية في كل بلاد العالم، وبالرغم من إجماع الكل على حبها، إلا إنها بتسبب بعض المشاكل زي الدهون وحب الشباب والسمنة. بس مؤخرا اكتشفوا ليها فوائد كتير، زي المركبات المضادة للأكسدة اللي بتيجي من نبات الكاكاو، بتقلل من خطر الإصابة والأزمات القلبية، وبتقلل من ضغط الدم، مفيدة للدماغ والجهاز العصبي. والشوكولاتة الغامقة مفيدة جدا في النظام الغذائي، وبتساعد على تقليل الوزن. كمان ما ننساش أهم فايدة للشوكولاتة، ألا وهي السعادة المطلقة اللي بنحس بيها لما بناكلها. بالنسبة للجاتو، هو عبارة عن كيك رقات، ممكن يبقى كيكة، ممكن تبقى تورتة، وممكن تبقى رقات جاتو زي اللي احنا عملناها. واللي احنا عملناها دلوقتي لفكرة الشطرنج عبارة عن رق شوكولاتة، رق فانيليا، رق شوكولاتة، ولزقناهم في بعض بكريمة بسيطة، بعدين قطعناهم. فانتم متخيلين دلوقتي الرقات شوكولاتة وفانيليا، شوكولاتة وفانيليا، قلبت واحدة بقت الفانيليا جنب الشوكولاتة والشوكولاتة جنب الفانيليا. وممكن تتعمل لو عايزين تعملوا تورتة مدورة بنفس الفكرة، بتجيبوا قطاعات تقطعوا اللي بره تبقى فانيليا شوكولاتة، فانيليا شوكولاتة، وتحطوهم فوق بعض وهكذا. فمرة ان شاء الله نبقى نعملها، بس النهاردة خلينا في الجاتو. باجي هنا بحطها في التلاجة عشان تتماسك شوية، وبعدين ببتدي اقطعها. فتبقى دي من نفس البداية اللي احنا ابتديناها سوا، كانت عبارة عن كيكة معمولة بالدقيق والبيض والسكر، وقلنا ان احنا ممكن نحط شوية كاكاو
ويبقى عندنا الاختيارات مختلفة. ممكن نحط قطعين اهو واجيب الطبق اللي قدمها فيه احط واحدة كده والباقي بالرص قدامها. يبقى هنا فكرة جاتو اللي هو عبارة عن شطرنج، جاتو الشطرنج بنحطه كده ودوت هيبقى الفكرة بتاعته رقات من الشوكولاتة والفانيليا، كل واحدة بتبقى ليها طعم مختلف شوية، والكريمة يا دوبك بس حاجة بسيطة بتلزقهم في بعض. وعملنا قلنا هنعمل طالما الموضوع كده نعمل موضوع هندسي شوية، جبنا الرولاد أو سويس رول، الكيكة نفسها لفتها ضغطت عليها حطيت عليها شوية من مربى شوية كريمة وأجيب شوية مربى فراولة بحتاج إن أنا أدهنها بيها على أساس دي تلزق، يعني زي ما قلت طعم ونكهة في نفس الوقت. وأجيب جوز الهند عشان يبقى عندنا كل الألوان وكل النكهات، نجيب جوز الهند ونضغط على ديت ويبقى عندي نوع تاني هنا من الحلو. نجيب القالب اللي هنقطع فيه نبتدي نقطعه دواير وهيبقى كريز من جوه، فيبقى فيه ألوان مختلفة كتيرة. يبقى ديت فكرة، خلي حتة الكريز الكبيرة من بره هنا اهو، ونفس الشيء هرص ديت، ممكن احط قطعة كبيرة هنا اهو وابتدي ارص الباقي حواليها و ده كده اهو بتبقى رولاد او السويس رول بيبقى مختلف. يبقى عندنا كل الالوان، عندنا كل الاشكال، وحلقتنا النهارده عن الجاتو ابتديناها مع بعض وعملنا الجاتو الرقاتي اهو، كان عباره عن رقات من الكيك حطينا ما بينهم مربى او عملنا شوكولاته، وقلنا بدل ما شوكولاته ممكن احط عليها شويه من زبده البندق وازوقها بالبندق ويبقى عندي طعم مختلف، او بشكلها بشويه من المكسرات. لو عايز اسهل على نفسي قلت يا دوبك بس بحط مربى رقات على الكيكه وممكن فاكهه طازه اذا كان موسم فراوله، عنب، كريز، اي نوع تاني ممكن نعملها زي السياخ اكنها شيش كباب. ورقات الكيك نفسها المدوره حطيت ما بينها جناش وغطيتها بالجناش فعملناها مدوره، لو حابين تعملوها بالشكل دوت، او لو عايزين يبقى في الحاله ديت ممكن اعملها بطريقه تانيه اللي هي المثلثات. فكره المثلثات هي رقات فوق بعضها بقطعها من النص، يعني المستطيل بقطعه من النص وبحط المثلثين في بعض وبحط عليها شويه كريمه وشوكولاته على اساس تتماسك. شفتوا دلوقتي لما بنعمل الرقات اللي هي الشطرنج كانت الكيك رقات بنقطعه ركبه في بعضه، فهي كلها اشكال مختلفه بتدي طعم اكيد مختلف. واخر حاجه كانت المدوره اللي هي السويس رول بنفس الكيك، كل دوت كان بنفس الكيك مع مربى فراوله، وكل ده ممكن نسميه جاتو على اساس حاجات صغيره تتاكل. واكيد في جاتو تاني اللي هو البيتي فور اللي هو الجاتو الناشف. اتمنى حلقتنا النهارده من الجاتوهات تعجبكم وتنال رضاكم. ابتدوا بكيكه وشوفوا انتم ممكن تخترعوا وتبدعوا بايه. نشوفكم على خير، لكم الف تحيه والف سلام.